السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقولك على 6 معايير أو 6 طرق علشان تقدر تقيس بيهم جودة الليد اللي بيوصلك بناء طبعا على الهدف التسويقي من الحملة الإعلانية اللي انت عاملها. المعيار الأولاني هو عدد العملاء المتوقعين، وأقصد بيه إجمالي عدد العملاء الفعليين الجداد اللي تم معاهم عملية البيع. المعيار الثاني هو الموسمية في أعداد العملاء المتوقعين، وده أقصد بيها النسبة المئوية للتغير سواء طبعا بالزيادة أو بالنقص في أعداد الليد مقارنة بنفس الفترة في السنة اللي فاتت مثلا، أو في الموسم اللي فات، أو في العرض اللي فات طبعا لو كان المنتج واحد. المعيار الثالث هو تكلفة العميل المتوقع، وده أقصد بيه المبلغ اللي أنت بتصرفه علشان توصل لليد جديد. المعيار الرابع هو معدل التحويل، وده أقصد بيه نسبة الجمهور أو نسبة المشاهدات اللي بتشوف الإعلان بتاعك وبعدين بتتفاعل مع الأكشن اللي أنت بتطلبه منها، زي إن هو يحمل كتاب أو يسجل رقمه أو يزور الويب سايت بتاعك. المعيار الخامس العملاء المتوقعين للبيع فيما بعد، ودي أقصد بيها إجمالي عدد العملاء اللي بيطلبوا منك إنك تتواصل معاهم خلال وقت معين بعد كده، أو العملاء اللي أنت بتلاقي منهم تفاعل أو رد إيجابي تجاه المنتج اللي أنت بتعرضه عليه. المعيار السادس هو معدل العائد على الاستثمار، وهنا بتشوف العائد من الاستثمار كام وتقارنه بتكلفة الاستثمار، يعني حضرتك بتشوف تكلفة الحملة الإعلانية اللي أنت عاملها علشان تجيب إجمالي الأعداد بتاعة الليد اللي أنت وصلت لك، وتقارنها بمعدل العائد على الاستثمار، وتقارنها بالعائد على الاستثمار من الحملة الإعلانية دي، دخل لك كام وصرفت كام، هنا يطلع لك معدل العائد على الاستثمار. بتمنى لك التوفيق، واستنى الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله يكون فيها معلومات وقيمة إضافية مهمة جدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.